انا اليوم كنتواجد في الجنازه ديال محمد اسماعيل المخرج الكبير الله يرحمه ويوسع عليه، بحكم انا بحال الاقرب ليلو بحال البنت ديالو. كنطلب منكم تطلبوا له الرحمه والمغفره ويا ربي يوسع عليه. وانا فهاد الساعه الوضعيه ديالي ما كتسمحليش بالهضره، اللي كنطلب منكم هو تطلبوا له الرحمه. كيف كتشوف الخبر جاتني بحال الصاعقه، ما نكذبش عليك البارح اتصلت بيا الزوجه ديالو مع تجويه 8:30 تسعود، قالت لي باك توفى، الوالد ديالك توفى الله يرحمه ويوسع عليه. هادشي اللي كاين لي اكثر هم اب وصديق واخ واقرب الناس ليلي، اقرب الناس ليلي الله يرحمه ويوسع عليه فهاد النهار الله يرحمه ويوسع عليه. الحقيقه هو جبتو لكازا في قبل 41 يوم، وكنبغي من هذه المناسبه كنشكر بزاف الناس اللي عاونوني، منهم مركز سينمائي، منهم الشكر الكبير بعدك لسيدنا اللي هو اللي تكفل بالمصاريف ديال السي اسماعيل مؤخرا كامله، والله لا يخطيها علينا سيدنا. واش نقول لك، كان كيعاني مسكين، كان كيعاني بزاف من الجلطات اللي كانوا كيجيو له، كان كيتحسن واحد اليومين عاوتاني كيعاود كيرجعوا له الجلطات، والحمد لله الحمد لله كيف ما قالت الاخت ديالو ربي بغاه ومشى لاحسن بلاصه دابا، الله يلحقنا به مسلمين يا ربي.